حنا كيف كنقولوا بان الطلبه ديال الماستر هما اللي عارفين بالبيت شنو كيطرى فيه. فهنايا الطالبه نعتات الاستاذ بان كيكون واحد التحرش داخل الحصص، وحنايا كنكونوا حاضرين داخل الحصص وما كنشوفوا حتى شي تحرش، ان الاستاذ عنده استقاميه داخل الحصص، يعني السيونس كدوز في احترام وتوقير، وكدوز باننا جايين نقراو، يعني الاستاذ عارف نحن جايين نقراو، هو كيجي كيدير واحد الرساله ديالو. اما بالنسبه للتحرش هذيك غير كلام، وحنا عارفين بان جهات معنيه داخل الكليه هي اللي دافعه الطالبه، وحنا راه عارفين هادشي. حنا كندوي بصيف الطلبه، راك جيتي وشفتي جميع الطلبه ديال الماستر ديال الحكمه الماليه الحكمه القانونيه والقضائيه، لا ماستر ديال الماليه والضرائب، لا الماستر ديال السياسات العموميه. السلوكيات ديالها راه معروفه، حنا كندخلوا كطلبه كندخلوا نقراو، حتى هي كتدخل كتجي تقرا، حنا كاملين كنا كنجيو نقراو وكنخرجوا. السلوكيات ديالها سلوكيات عاديه كجميع الطلبه وكجميع الطلبه، بالعكس حنايا راه فاش سمعنا هذه الهضره اللي كتقول راه حنايا والله الا تصدمنا فيها، اقسم بالله العلي العظيم. راه الجهات حنا عارفينهم، جهات نافذه داخل الكليه هي اللي دافعه عندها حسابات مع الاستاذ. ديجا عندهم نزاعات في المحاكم، امام المحاكم، مع هذيك الجهات اللي نافذه داخل الكليه. اليوم كيف كتعرفوا كاين تقديم ديال الاستاذ ديالنا، يعني الاستاذ اللي قرينا عنده طيله السنوات الاجازه ودابا الماستر، يعني استاذ كنعرفوه مزيان، ويعني وحتى هي كنعرفوها، يعني ماشي شي معرفه يعني وطيده، ولكن بحكم اننا كنا جدعوا مشترك، حنا ماستر الماليه العامه والضرائب، وكنا جيد مشترك معاهم اللي هما ماستر الحكامه الماليه الحكامه القانونيه والقضائيه وماستر السياسات العموميه. فيعني هي كتقول ان هاد الاحداث يعني هو تحرش بها داخل القاعه وداك الشيء، واخا يعني كتهمو كتقول هاد الشيء كان في الاس 2، ولكن حنا في الاس 1 فاش كنا مجموعين ما عمرنا زعما شفنا شي حاجه بحال هكا. بالعكس حنا الاستاذ كيف قلت لك كنعرفوه قبل، ما عمرنا شفنا زعما عليه ولو ادنى تصرف يعني منافي للاخلاق، يعني فاحنا يعني استعجبنا مني سمعنا انها كتتهمو وهداك الشيء، جاتنا سي بيزار زعما.